السلام عليكم. الاسم ديالي يحيى الذهبي، كنقرا في الثانوي الاعدادي يعقوب المنصور اغوراي. والحمد لله حققنا لقب بطولات المغرب المدرسيه زوجي، وحنا فرحانين هذا النهار. درنا بزاف ديال المجهودات وان شاء الله نزيدوا بهذا الرياضه القدام. مزيانه والتعامل ديال الاوطو والمقطعين وكلشي مزيان. السلام عليكم. الاستاذ رضوان الذهبي من اكاديميه فاس مكناس، اليوم كنمثلو او شخصيا امثل المديريه ديال الحاجب والمديريه ديال مكناس. الحمد لله اليوم جد سعداء لاننا حققنا مجموعه من الالقاب لحد الان، لقب ديال الزوجي اناث واللقب ديال الزوجي ذكور، وكذلك نلعبوا ان شاء الله النهائي ديال الاناث، وغنلعبوا النهائي ديال الذكور ان شاء الله. يعني نقدر نقولوا بانه سيطره ولا سيطره نقدروا نقولوها على جميع النتائج ديال المنافسه الكره الطاوله. نحن جد سعداء بهذا الفوز، كذلك جد سعداء بالتنظيم المحكم اللي كاين، بالاجواء الرائعه اللي كاينه في البطوله المدرسيه.
وان شاء الله نعاونوا نخدموا ان شاء الله عشان باش يكون الموسم القادم ان شاء الله معكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم، سميتي رؤى أبو حوحو، أنا ثانوية داخلة إعدادي وفزت بلقب بطولة المغرب ديو أنا وصديقة ديالي سلمى فاسي فهري في البطولة المدرسية. كنبغي نوجه تحياتي للأستاذ ديالي دسبور المدرسة والأستاذ سردوان اللي ما قصرش معانا وكان كيدربنا وكل شيء. خلي الكلمة لصديقتي. السلام عليكم، انا سميتي سلمى فاتيفيري من لابريسيرونس بمكناس، وبغيت نوجه شكر ديالي للاستاذ لمين ديال المدرسه اللي هو اللي عرفني على هاد على هاد الكومبيتيسيون، على هاد الرياضه اللي هي كره الطاوله. وبغيت ايضا نوجه الشكر ديالي للكوتش رضوان اللي هو اللي خلانا نترينيو مزيان ونجيبوا هاد النتائج، هو المدرب التقني مصطفى الرمال و سي جبران لي ولتي درنا كونديسيون فيزيك. و ايضا بغيت نشكر والديا لي بلا بهم حتى حاجه ما غتكون. صراحه حنا فرحانين بزاف حيت ما كناش صراحه واعيين، بانوا لنا الناس كبار علينا وصافي دخلنا شي شويه، ولكن الحمد لله داكشي داز بخير وفزنا بلقب بطولة المغرب. الاجواء صراحه كانت واعره، الاجواء صراحه ما قصروش بينا، داونا الاوتيل زوين والماكله كانت زوينه وحتى لي شومب صراحه كانوا زوينين وكان الراحه ديالنا تماك. بغيت نشكر والديا خصوصا ماما اللي وقفات معايا، كانت كديني تجيبني لاصال باش نتريني باش نكون بطله ان شاء الله. ما علاش لا ما ندوش بزاف ديال البطولات ان شاء الله في المستقبل.